قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي رابع العدوية والنهضة عام 2013، وحثت المنظمة النظام المصري على إلغاء أحكام الإعدام ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة ضد المعارضين السياسيين كأداة لبث الخوف، كما طالبتها باتخاذ خطوات لتقديم مرتكبي مذبحة رابعة إلى العدالة، مطالبة المجتمع الدولي بزيادة الضغط على السيسي لإلغاء أحكام الإعدام. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر سكايب من اسطنبول السيد محمود جابر، رئيس مؤسسة العدالة. أرحب بك سيد محمود. يعني عندما تتحدث منظمة العفو الدولية أن السلطات النظام المصري تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن، هل المطلوب محاسبة أفراد قوات الأمن الذين نفذوا أم من أصدر لهم الأوامر؟ من طبيعة الحال أنه ينبغي أن يتم محاسبة كل من هو مسؤول عن هذه الجريمة، لأنها جريمة ضد الإنسانية، وهذه جريمة نظام ارتكبها أفراد من الشرطة وقيادات وضباط من الجيش ومن الشرطة على السواء، وبأوامر من وزرائهم سواء كان وزير الداخلية أو وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي أو رؤساء الأركان في الجيش أو رؤساء الوحدات والأفرع في أجهزة الشرطة. هي جريمة نظام شارك فيها عدة أفراد، الجميع مسؤول عن هذه الجريمة. كل من كان في السلطة في ذلك التوقيت هو شريك في جريمة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، هو شريك في قتل الأبرياء وقتل المدنيين وحرق الجثث وحرق المستشفى الميداني. هؤلاء جميعا ينبغي أن يحاسبوا، ومهما طالت المدة ومهما طال الزمن فإن هؤلاء جميعا من شاركوا في هذا الفض، من أعطوا الأمر بالفض وبالقتل وبتجاوز القانون في ذلك التوقيت هو مسؤول ومدان وفق القانون المصري ووفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. نعم. طيب، عندما تتحدث المنظمة عن تقاعس السلطات المصرية، هنا نتساءل هل هو تقاعس بالفعل أم عدم وجود إرادة لمثل هذه المحاسبة؟ تستطيع أن تصفه بعدة صفات، ممكن أن تصفه أنه هروب من المحاسبة وتقاعس وتجاهل، وهناك إرادة واضحة بعدم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة، لأنه لا يوجد دكتاتور سيأمر بمحاسبة نفسه. عبد الفتاح السيسي الذي يرأس الآن جمهورية مصر العربية كان في ذلك التوقيت هو وزير الدفاع، فكيف له أن يأمر بفتح تحقيق شفاف عادل في هذه الجريمة؟ هو الذي اعترف بأن عدد الضحايا كان من الممكن أن يكون أكثر من ذلك بكثير. هناك إرادة حقيقية نحو إخفاء هذه الجريمة وإفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، ولكن الإرادة الدولية هي التي تثير تعجبا وتجعلنا في عجب من هذا الأمر. أي إرادة دولية من محاسبة هؤلاء عن جريمة هي مصنفة وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان أنها جريمة ضد الإنسانية؟ فأين مجلس حقوق الإنسان وأين مجلس الأمن؟ لأنها هذه جريمة كانت يعني على مرأى ومسمع من العالم كله، شاهد الجميع استخدام الشرطة والجيش للقوة المفرطة والمخالفة للقانون نتج عنها إصابة الآلاف، ووقع ضحية هذه المجزرة ما بين 627 مواطن قتلوا حسب مصلحة الطب الشرعي، وهناك حسب أرقام غير رسمية من منظمات حقوقية غير حكومية تقول أن أعداد القتلى بالآلاف. فنحن نقول أن المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن أيضا هم مسؤولون عن ذلك. أيضا هناك دول كثيرة مثل دول الاتحاد الأوروبي هي أيضا مسؤولة عن عدم محاسبة الجناة وعدم محاسبة من قتلوا المدنيين العزل في ميادين مصر، لأنهم بينهم وبين مصر شراكات
هناك اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان ورعاية وعدم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. حينما يسكتون هم وحينما لا يتحركون لمجرد فتح تحقيقات في من قتل هؤلاء ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، هذا أيضا نراه أنهم شركاء في هذه الجريمة وشركاء بتقاعسهم وتجاهلهم لهذه القضية. يعني الحقيقة هذه النقطة كنت أود أن أسألك فيها، يعني مطالبة منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بزيادة الضغط على السيسي ونظامه لإلغاء أحكام الإعدام، هذا فضلا عن الجرائم الكثيرة غير فض اعتصام رابعة والنهضة التي قام بها نظام السيسي. يعني دول العالم، لنأخذ مثلا إيطاليا التي قتل حتى مواطن إيطالي في مصر، ومع ذلك يعني تراجعت السلطات الإيطالية عن المطالبة بحقه بمجرد عقد صفقة مع نظام السيسي، صفقة لشراء أسلحة وما إلى ذلك. وبالتالي هذه الدول هل يمكن أن تضغط على السيسي من أجل الإنسان المصري؟ أنا أقول دائما سيدي الكريم أن حقوق الإنسان وضحايا حقوق الإنسان هم ضحية المواءمات السياسية وضحية المصالح السياسية والاقتصادية بين الدول الأوروبية وبين مصر، ولكن هذه الدول ينبغي عليها ألا تقف صامتة، خاصة الدول التي فتحت تحقيقات بالفعل وأيقنت أن مصر ترتكب جرائم ضد الإنسانية، ولعل جريمة قتل جوليو روجيني ومن قبل قتله كان إخفائه قسرا وتعذيبه، ثلاث جرائم ضد الإنسانية تعرض لها المواطن الإيطالي، ودولته حتى الآن تقدم المصالح السياسية والاقتصادية على أن تأتي بحق هذا الشاب الذي قتل على يد النظام المصري ولديها الأدلة. فأنا أقول أن إيطاليا يعني سوف يتم الضغط عليها من الداخل من قبل أسرة جوليو ريجيني ومحاميه ومن قبل منظمات المجتمع الدولي، وأعتقد أنه لن يكون هناك مفر من محاسبة النظام المصري. النظام المصري يرتكب جرائم عدة، وأفظعها هي جرائم القتل باسم القانون تحت ما يسمى عقوبة الإعدام المرفوضة من كثير من الدول، خاصة حينما تكون عقوبة الإعدام عقوبة قاسية تستخدم لأغراض سياسية. ولعل أفظع ما قضت به مصر من أحكام إعدام هو إعدام 12 مواطن في قضية المعروفة إعلاميا فض اعتصام رابعة. ترك النظام المصري الجناة الحقيقيين ومسك وأمسك بهؤلاء الأبرياء الذين كانوا في الاعتصام، والذين يعني راح ضحية هذا الاعتصام أبنائهم وبناتهم، مثل ابنة البلتاجي الذي نال حكم إعدام واجب التنفيذ دونما أن تكون هناك رعاية للأحكام القانونية ولا مراعاة للمحاكمات ومعاييرها العادلة. أنا أقول أن عقوبة الإعدام في مصر النظام المصري أسهب فيها لينتقم من خصومه السياسيين، والمجتمع الدولي خاصة دول الاتحاد الأوروبي لا ينبغي لها أن تطلب أو تجلب أو تستنكر وفقط، فلا بد أن يكون لها فعل إيجابي تجاه النظام المصري، وهم يملكون ذلك. الاتفاقات الدولية بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر تسمح لهم بذلك، بوقف هذه العلاقات ووقف هذه الاتفاقيات إلى أن يتم تحقيق العدالة وفتح صفحة من محاسبة هؤلاء الجناة ونجاة الأبرياء من أحكام الإعدام الجائرة. مصر تحتاج إلى عدالة انتقالية يحاسب فيها الجناة ويخرج فيها الأبرياء. وهناك جرائم أخرى، يعني إذا كان هناك من ارتكب بالفعل والقانون أثبت ذلك بالأدلة وبالواقع ولا بالتعذيب ولا بالإخفاء القسري فيحاسب. الجميع ينبغي أن يحاسب وفق قانون وفق محاكمة عادلة. شكرا لك سيد محمود جابر، رئيس مؤسسة العدالة، كنت معي عبر سكايب من اسطنبول.